السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. اليوم راني باغي ندير طيزانة. المكونات تاعها راهي باينة معروفة، هنا أوراق طيزانة. أول خطوة راح نغسلها بالماء البارد، نحطها في الإبريق. بسم الله نشللها بالماء البارد، بعدين نصب عليها الماء المغلي. نغسلها بهذه الطريقة. غسلتها مليح بالماء البارد، بعدين راح نصب عليها الماء المغلي. نخليها في الماء المغلي حتى تطلق، ومن بعدين نقدمها. خليها حوالي 10 دقائق فما فوق. هنا بعد مرور 10 دقائق ولات جاهزة خلاص، راح نصب بالشفاء لي إن شاء الله ولكل من استعمل طيزانة. راح نحط في الوصف إن شاء الله فوائد طيزانة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.